شكلنا احنا الاثنين كده مالناش في الكوره. روح لحالك يا ابن بتاع الطعميه. الله، يبقى انت عارفاني بقى وعينك عليا. بقول لك ايه، انا سكتت لك اول مره، ما تحترم نفسك. مش قادر احترمها. نعم، طب ما تيجي ناخد بعضينا ونروح اي مكان ونعمل عزومه حلوه كده باي تمن تحبيه. يا نهارك اسود ومنيل. بنات ماشي، عشان انا الواحد. ايه اللي جرى يا بنت الاصول؟ مش انت بنت ربيع الحلواني برضو؟ اصل ده عيل قليل الادب. يا قليل الادب. بس يا باشمهندس، احنا الغلط ركبنا من فوق لتحت. بنتك ما غلطتش يا راجل، يعني بلاش تخرج. اساليها كان شكلها ايه وهي خارجه؟ ام البنات كانت ماشيه في الشارع ازاي؟ انا كنت ماشيه محترمه وزي الالف، ولا بتهز ولا بتمايل يابا. انما اعمل ايه بقى قدام السفاله وقله الادب؟ اشمعنى انت دون عن خلق الله اللي قل ادبه عليك وعكسي؟ عشان انا لوحدي اللي كنت ماشيه في الشارع. وبقيت خلق الله راحوا فين؟ ماتوا؟ لا يابا ما ماتوش، بس كل الناس كانت بتتفرج على الماتش. قلت لي خديني معاكي، قلتي لا. ايوه، عشان تبقى المصيبه مصيبتين. من النهارده مفيش خروج. جرايه يا ربيع، البنت ذنبها ايه؟ ما تروح تشوف الواد الصايع ده مين ابوه مين اهله وخد حق بنتك. اساليها اذا كانت تعرف هو مين. حماده ابن الزايد بتاع الطعميه. وعرفت منين ان هو ابن الزايد يا بنت؟ جرايه يابا، انت ناسي ولا ايه؟ احنا مش زباين عند ابوه، واغلب الايام بناكل من عنده. لا حول ولا قوه الا بالله، الزايد ده راجل بايخ، والولد ده ابنه الحيلة، والفلوس خلته يصلب طوله على الناس ومش هيقبل كلام. يا سلام، ما انت كمان ابنك حيلة بس محترم. ابنك خايب. محدش فيكم يقول لعاطف على الحكاية دي. عاطف لو عرف مش هيسكت، وصحابه بتوع الكورة دول مفيش اكتر منهم. عندك حق يا بنتي. يوه، جرالكوا ايه؟ المندبة دي ليه؟ لزومها ايه؟ عايز افهم الكلام ده. انا ما كنتش اخدت حقي، انما ده انا فرقت عليه الشارع. ما هو الناس اللي كانوا في الشارع دول بقى يا فلحه هم اللي هيقولوا لاخوكي. مفيش حاجه بتستخبى يا نوار. كبير كمان. دي نمرة البيت يا كابتن. العنوان نمرة البيت وعنوان ليه يا ابني؟ عايز اعمل معاك واجب يا كابتن، مصر لازم تقدر ولادها. لا معلش، انا ما اقدرش ادي نمرتي ولا عنوان البيت لحد. معلش اسمح. السلام عليكم اخ ياسين. السلام عليكم اخ حمزه. السلام عليكم اخ فتحي. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل يا اخي. السلام عليكم. اهلا، ازيك يا باشمهندس؟ الحمد لله. يا ترى فضيلته موجود؟ ايوه في مكتبه، ادخله على طول لحسن هو خارج علشان الدرس. طيب هو لوحده؟ اي نعم. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم يا سيدي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه السمع اعتمد الغيبة الطويلة دي؟ ساعة الضرورة متلقيني قدامك. استغفر الله العظيم. اقعد اقعد اقعد، خد لك نفحة. جزاك الله خير يا سيدنا. وايه بقى يا سيدي الضرورة اللي حدفتك علينا النهاردة؟ انا النهاردة وصلني شيك من الاحباب قيمته 10,000 دولار. اللهم صل على حضرة مصطفى. ها، وصرفته؟ اصرفه ازاي مولانا من غير ما فضيلتك تشوف؟ انا جرايه معتمد. انت مخك صغير ولا ايه يا ابني؟ هو حد كان شاكك في ذمتك قبل كده؟ اصرف الشيك يا راجل، بلاش دلع، وتالي مره ما تبقاش تعمل كده. تصرف الشيك وتجيبه على طول. طب تحب حضرتك اصرفه بالمصري ولا بالدولار؟ الله يحفظك يا معتمد. احنا هنوزع الصدقات على عباد الله الفقراء بالدولار. بالمصري طبعا يا راجل، بالمصري. قول لي،
تحبي تقعد معانا تسمع الدرس ولا وراك حاجة؟ لا أحب أحضر الدرس، أصل أنا كنت عايز فضيلتك في الموضوع كده يعني. غير؟ خليها فضيلتك بعد الدرس. طيب تعال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا محمد ازي حالك؟ ازيك ابو اسماعيل؟ زي الاولاد. اهلا 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 بالاحباب. يا مرحب يا مرحب يا مرحب. تفضلوا تفضلوا. نورة تغريد. ماما اطلع يا عاطف من غير زيتة، امك واختك نايمين. ايه ده نورة نامت بدري كده؟ ما هي على طول بتنام قدام التلفزيون. والله جازي بقى اللي نكد عليها. مين اللي نكد عليها؟ نزلت عشان تشتري كمالة سكر، قام واحد في الشارع عكسها وعلى شافته من ابوك. ومين ده اللي يستجري عكسها؟ معرفش. على فكرة انت اتأخرت على ابوك زمانه تعب. طب في حاجة تتاكل ولا؟ ولا انزل كل في الشارع، الاكل هنا مش هيعجبك. معيش فلوس. ايه هو انت مش الفريق بتاعك كسبان؟ تلاقيك كسبت رهانات قد كده. كسبت بس لسه ما قبضتش. اديك ربع جنيه. ليه عايز اكل فول وطعميه؟ ايوه والله انت ابن حلال اهو. اللي عاكس اختك في الشارع وبعتر لها السكر على الارض ابن الزايد بتاع الطعميه. ايه؟ اه والله العظيم. تاخد ربع جنيه؟ لا نفسي تسدد. انا رايح لابوكي. طب رجع تاكسي السهره. طيب يا بايخ. روى ابو نعيم في الحليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع كعب الاحبار عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال كعب: يا امير المؤمنين، الا اخبرك باغرب الاشياء التي قراتها في كتب الانبياء عليهم السلام؟ ان هامه جاءت إلى سليمان بن داود عليهما السلام فقالت: السلام عليك يا نبي الله. وعشان ما حدش يتحير معايا ويقول لي إيه هي الهامة دي، الهامة في هذه القصة بالذات نقصد بها البومة، وطبعا كلكم عارفين البومة دي. فقال لها سيدنا سليمان: وعليك السلام يا هامة، أخبريني كيف لا تأكلين الزرع؟ قالت: يا نبي الله، إن آدم خرج من الجنة بسببه.